بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة، وهذا بعدما انتهى من كتاب الطهارة وما تفرع عنه، وهنا يبدأ كتاب الصلاة. قال كتاب الصلاة، والصلاة في اللغة على أشهر أحوال أهل العلم وأهل اللغة أنها الدعاء، وذلك لاشتمالها على الدعاء بكل صوره، وهذا قول جماهير أهل العلم من الفقهاء وأهل اللغة وغيرهم. وكتاب الصلاة مشتمل على أبواب كثيرة، بدأ أول هذه الأبواب بأبواب الأذان، أبواب الأذان لما كان من شرط لوجوب الصلاة أو فعل الصلاة. فكما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، كذلك أيضا دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، والوقت لا يدخل إلا بالأذان، لا يدخل الوقت إلا بالأذان. والأذان في اللغة الإعلام، الأذان في اللغة الإعلام، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام للناس في يوم الحج الأكبر ببعض الأحكام التي كانت في صدر سورة التوبة. ومنه كذلك قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس وأخبرهم. فالأذان الإعلام أو إعلام بوقت الصلاة، هذا في الاصطلاح الشرعي، الاصطلاح الشرعي. فالأذان إعلام بوقت الصلاة على صفة مخصوصة، يعني في وقت مخصوص بكلمات مخصوصة، وهو النداء للصلاة. قال باب بدء الأذان، باب بدء الأذان، يعني كيف بدأ الأذان وكيف كان وكيف شرع. قال عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد. قال فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود. قال فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا الحديث في الحقيقة له حكاية قبله، وله حكاية في أثنائه، وله حكاية بعده. فأمر الحديث فيما تعلق بما كان قبله أن المسلمين لما هاجروا إلى المدينة وكانت الصلاة قد فرضت في مكة، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وكان الناس يأتون إلى الصلوات الخمس في المسجد بخلاف مكة. فمكة لم يكن المسلمون يقدرون على أن يجتمعوا في مكان واحد لأداء الصلاة، ولذا لم يكن هناك مسجد فضلا عن الأذان، وإنما كانوا يتحينون أوقات الصلاة، ومن استطاع منهم أن يجتمع مع غيره فصلى فعل.
لكن لما هاجروا إلى المدينة صارت لهم دولة وصار لهم مجتمع مسلم فيه يرفع الأذان وفيه يخبر بالصلاة. لكن كان في أول الأمر لم يكن الأذان، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وكان الناس يتحينون أوقات الصلاة، يعني يظل المسلم يترقب وقت الصلاة، وهذا معنى قول ابن عمر: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، يأتون إلى المسجد قبل وقت الصلاة بشيء من يعني الوقت ويظلون يتحينون، لأنهم كانوا يعرفون الأوقات، إذا مثلا زالت الشمس عن كبد السماء فهذا وقت الظهر، إذا مالت الشمس وكان ظل كل شيء مثليه فهذا وقت العصر، إذا غربت الشمس فهذا وقت المغرب، إذا كان وقت الشفق الأحمر فهذا وقت العشاء، إذا كان وقت طلوع الفجر الصادق هذا وقت الفجر. فكانوا يأتون وينظرون يتحينون، إذا وجدوا العلامة شرعوا في الصلاة. قال: فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، يعني لم يكن هناك أذان، فتكلموا يوما في ذلك، يعني قالوا: هلا نتخذ شيئا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء هو يجمعنا جميعا، يعني نداء شيء يكون فيه جمع للناس يجتمعون به في وقت الصلاة فيعلمون أن الصلاة قد حان وقتها. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود، أي اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذاك، وفيه يعني الإشارة إلى أن للمسلم أحوال وأن له ما يميزه، ولا حاجة له في أخذ ما عند الكفار إلا إن كان صالحا نافعا على عمومه وليس هناك غيره، كمثلا كما أخذ المسلمون أو أقر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام الدية التي هي 100 من الإبل، وهذه كانت في الجاهلية أقرها، الجوار أو نحو ذلك. لكن إذا كان في الشرع الإسلامي الفرصة لأن يوجد شيء يميز المسلمين عن غيرهم من الكافرين فهذا هو الواجب. ولذلك لما قالوا نتخذ ناقوسا يدق، فإذا سمع الناس ذلك اجتمعوا، كره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه شبه بالنصارى، وهذا فيه دليل على كراهة مشابهة الكفار في شيء من أفعالهم، بخلاف ما يقع في بعض المسلمين إلى يومنا هذا، بل ربما في بعض المساجد نجد ذلك، تجد في بعض المساجد الساعة التي تدق كدق جرس الكنيسة. وقال فريق آخر نتخذ بوقا، نتخذ بوقا، هم الصحابة رضي الله عنهم وهم يعرضون الأمر لا يقولون نتخذ ناقوسا كالنصارى، إنما يقولون نتخذ ناقوسا لأن الناقوس صوته عالي. وقال فريق آخر نتخذ بوقا، البوق هو الذي ينفخ فيه، وهو القرن الذي ينفخ فيه فيخرج صوتا عاليا، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمشابهة اليهود، اليهود كانوا يجمعون للصلاة بالبوق. ربما يقول قائل في أيامنا هذه اليهود الآن لا يجمعون بالبوق ربما، فهل يجوز أن نتخذ ذلك مثلا في مثل مثلا جمع المسلمين ل يعني أي اجتماع نحو ذلك؟ لا، لأن هذا أصل يعني عبادة عندهم أو أصل فعل في عبادة عندهم، فصار من خصائصهم.
وهذا في الحقيقة يشير إلى المعنى الخطير الذي نمر به في أيامنا هذه وتعيشه الأمة خصوصا في مصر، وهو محاولة طمس الهوية الإسلامية، محاولة طمس الهوية الإسلامية، لا مجرد التمييع، لا، هؤلاء لا يريدون حتى تمييعها، يعني كانوا في وقت من الأوقات يميعون الهوية الإسلامية، الآن يريدون القضاء على الهوية الإسلامية، حتى أن البعض منهم والعياذ بالله يكره أن يذكر الإنسان بين يديه وهو يكلمه آية أو حديث. والعداوة اللي حصلت للدكتور محمد مرسي حفظه الله من كثير من طبقات يعني الفئات السياسية هذه، زادت هذه العداوة لكثرة تلاوته آيات قرآنية وأحاديث، فكانوا كلما وجدوا ذلك ضاقت صدورهم والعياذ بالله، لأنهم هم بيخططوا من سنين طويلة على أن ينسى الناس هذا الدين أصلا، وعلى أحسن الأحوال يكون هذا الدين في الجامع في المسجد، يأتي رئيس الدولة نفسه يتكلم بالدين، فهذه كارثة بالنسبة لهم. ولذلك فهم يحاولون طمس الهوية الإسلامية من مجتمعات المسلمين، ولكن الإسلام يأبى ذلك وينهى عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يكون هناك في المسلمين شيء يشبه الكفار، لا، المسلم له خصائصه في عقيدته، في آدابه، في سلوكه، في لغته، في تاريخه، له ما يخصه. نعم. قال: فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ يعني عرض عمر هذه الفكرة، ألا نتخذ إنسانا وقت الصلاة ينادي ويقول تعالوا أو تعالوا للصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، رأي عمر رضي الله عنه. والحقيقة أنه عند غير مسلم رواية لمسألة الأذان أو كيف شرع الأذان فيها تفصيل أكثر، وهي الرواية التي عند غير مسلم عند الترمذي وعند أبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي رأى رؤيا الأذان. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يحكي، يقول: لما كان الناس يتحينون وقت الصلاة فعرض بعض الناس الناقوس وعرض بعض الناس البوق، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعت إلى بيتي وأنا مشغول بذلك. قال: فلما كان الليل أو فلما كان النوم فرأيت في المنام أو رأيت في منامي رجلا بيده ناقوس، فقلت: اعطيني هذا ندعو به الناس للصلاة. فقال: ألا أدلك على شيء أفضل من ذلك؟ فقال: بلى. قال: إذا كان وقت الصلاة فقل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. قال: فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجئته فذكرت له ما رأيت. فقال عمر: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. وفي الرواية الأخرى قال: علمه بلال. قال لي عبد الله بن زيد: علمه بلال فإنه أندى منك صوتا. ثم أمر بلالا أن ينادي بالصلاة. فحكاية الأذان كانت عبارة عن، أو ألفاظ الأذان كانت عبارة عن رؤيا منامية رآها أحد الصحابة وهو عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ورآها كذلك عمر بن الخطاب في وقت واحد في ليلة واحدة، فتواترت الرؤى، مما يدل على
فضلي هذه الألفاظ وأنها من عند الله سبحانه وتعالى، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. وهنا مسألة أصولية وهي عبارة عن فائدة. فتعرفون أن العلماء لهم خلاف في مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أم لا، يعني هل يجوز للإنسان يجتهد في الأحكام ويقول حكم يعني باجتهاده. هذه مسألة مختلف فيها، من قال بجواز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم استدل بمثل هذا الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأذان بناء على الرؤية المنامية لرجل من أصحابه أو لرجلين من أصحابه، فالذين احتجوا بجواز الاجتهاد قالوا هذا فيه دليل على جواز أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. فأيضا في الحديث أنه يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت ندي الصوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمه بلال فإنه أندى منك صوتا. وفيه كذلك عظيم تجرد الصحابة رضي الله عنهم وإخلاصهم رضي الله عنهم. فهذا عبد الله بن زيد وهذا عمر، كلاهما رأى رؤيا الأذان، ومع ذلك من الذي أذن؟ بلال هو الذي أذن. فما خرج أو ما قال واحد منهم: كيف أنا صاحب الفكرة وأنا صاحب حق الموضوع، ثم يعطيه لغيره؟ ولربما وصل الحال كما هو في حياتنا الآن الاتهام: ما استتلاقي بلال بينه وبينه قرابة، أو في محاباة لبلال ونحو ذلك. لكن الصحابة رضي الله عنهم هم أحسن الناس إخلاصا، ولذلك مع أن عبد الله بن زيد هو صاحب رؤيا الأذان، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: علمه بلال فإنه أندى منك صوتا، ثم قال: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وهذا فيه إخلاص الصحابة كما ذكرنا، وفيه أنهم مشغولون بإقامة الدين بغض النظر عن كون الواحد منهم هو الذي يتصدر أو أخوه أو غيره، المهم أن يقوم الدين. إذن فهذا الحديث فيه بدء الأذان وكيف كان ذلك. الحقيقة إكمالا لمسألة الاجتهاد الخلافية، من اعترض وقال ليس للنبي صلى الله عليه وسلم هذا حق الاجتهاد، قال أن هذا وحي وليس اجتهاد، أن الصحابي لما رأى الرؤيا أوحى الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقر ذلك. قال: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. قال: وعن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. باب الأمر أي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بشفع الأذان، يعني تثنية الأذان، يعني بأن يردد الأذان مثنى. وإيتار الإقامة يعني أن يردد أو يذكر الإقامة وترا، يعني مرة واحدة، يذكر مرة واحدة. ففي الأذان يقول: الله أكبر الله أكبر. في الإقامة يقول تربيعا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. في الأذان، في الإقامة يقولها مرة واحدة، إلا عند لفظ الإقامة: قد قامت الصلاة.
فإنه يثني عند ذلك. قال: باب الأمر بشفع الأذان وإيتال الإقامة. قال عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والحكمة في الحقيقة في ذلك أن الأذان لمن هو خارج المسجد، أن الأذان لمن هو خارج المسجد ولكل الناس كي يأتوا إلى الصلاة، ولذلك يكرر الأذان كنوع من زيادة التنبيه. أما الإقامة فهي للحاضرين، ولذلك لا يحتاج إلى كثرة ترديد للإقامة. ولذلك أيضا من السنة في الأذان والإقامة أن يسترسل في الأذان ويحضر في الإقامة. يسترسل في الأذان يعني يقول الأذان بعبارة بطريقة فيها ترسل هدوء يعني، وذلك حتى يكون هناك وقت لأن يدعى الناس وأن يسمع الناس عبارات الأذان في وقت أطول. وأن يحضر في الإقامة يعني يسرع في الإقامة، يسرع في الإقامة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. فيحضر في يحضر في الإقامة، ولذلك هذا سنة. ولذا فمخالفة للسنة ما يفعله أحيانا بعض الناس في الأذان أو الإقامة بعكس الأمر. فأحيانا بعض الناس يؤذن حضرا وبعض الناس يقيم ترسلا، فترى كأنه بيأذن وهو بيقيم، يعني كأنه بيأذن الله أكبر الله أكبر وبيقيم الصلاة. هذا كله لا حاجة لنا فيه، إنما الإقامة فيها ترسل، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هكذا، لأنها للحاضرين، لأنها للحاضرين. قال: باب صفة الأذان. قال: باب صفة الأذان، أي ما هي الصفة للأذان، كلمات الأذان ما هي، نعم، وكيفيتها. قال عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال عن أبي محذورة، وأبو محذورة رضي الله عنه هذا مؤذن من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة مؤذنين، فلقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة مؤذنين، اثنان في المدينة وهما بلال بن رباح رضي الله عنه وعبد الله ابن أم مكتوم، كان هذان في المدينة. وأبو محذورة هذا كان في مكة، هذا كان يؤذن في مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخلها علم أبا محذورة، وكان حسن الصوت وهو من أهل مكة، علمه الأذان وجعله مؤذنا في المسجد الحرام. والمؤذن الرابع هو سعد القرظ أو سعد القرظي، فهو الذي كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في قباء. فهؤلاء هم المؤذنون المشهورون الذين كانوا يؤذنون للنبي صلى الله
عليه وسلم. قال عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. هنا نلاحظ أن أبا محذورة ذكر التكبير اثنتين، والصفة المشهورة التي نؤذن بها نحن أربعا. فالجواب على ذلك أن العلماء قال بعضهم هذه صفة من صفات الأذان، وإن كان الجمهور على أنه لا، بل صفة الأذان أن يكون التكبير أربعا، لأنه في رواية غير هذه الرواية كما ذكر القاضي عياض، في رواية غير هذه الرواية أيضا وردت عند مسلم أو من طريق مسلم فيها تربيع التكبير، تربيع التكبير، وهذا هو المشهور، وهو الذي عليه جماهير أئمة أهل العلم من السلف والخلف، ولم يخالف في ذلك في الحقيقة إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقال هذا أذان أهل المدينة وتمسك بهذه الرواية. والحقيقة الأشهر هو أن التكبير يكون أربعا، وهو الذي كان عليه أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، وظل ذلك في المواسم والأزمان بغير نكير. ولذا فالأذان الأشهر أن يكون التربيع أربعا. قال علمنا هذا، علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود، يعني ماذا؟ هذه سنة تسمى سنة الترجيع، هذه سنة تسمى سنة الترجيع، هذه سنة مستحبة، وكان أبو محذورة يفعل ذلك. وصفة ذلك إنه يقول: الله أكبر الله أكبر، فيقول: الله أكبر الله أكبر، هكذا بصوت خفيض، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر، بصوت خفيض أيضا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول بصوت خفيض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فهذا يسمى الترجيع في الأذان، يسمى الترجيع في الأذان، وهذا مستحب ولا بأس بفعله، لكن بصوت خفيض كما ذكر. الترجيع في الآخر يكرر الخفيض، الصوت الخفيض اللي هو الترجيع اللي هو الثاني، مشهور عند بعض الناس إنه هو الأول، إن بعض الناس يقوله أولا، يقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. لا، الترجيع يكون بعد الترديد، يردد الأذان ويرجع، يرجع اللي هما الشهادتين، اللي التكبيرين آسف والشهادتين، التكبيرين والشهادتين. قال: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني في الرواية الأخرى في آخر الأذان يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. وفي رواية الترمذي وأبو داود اللي فيها حديث عبد الله بن زيد، فيها الأذان على الصفة التي ذكرناها، اللي هي الصفة المشهورة هذه، فيها الأذان على هذه الصفة، والإقامة كذلك على هذه الصفة. ثم قال:
باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال بن رباح وابن أم مكتوم الأعمى. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، يقصد في المدينة يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهما بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه. وهذا الحديث بوب له البخاري، بوب له النووي، قال باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. وهذه في الحقيقة لها صور في كلام العلماء، هذه لها صور في كلام العلماء. الصورة الأولى اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، يعني يكون هناك مؤذن راتب ومؤذن احتياط له ومؤذن بديل عنه. هذه صورة يعني في قوله باب استحباب اتخاذ مؤذنين، يعني بحيث أن يكون هناك مؤذن دائما تحت الطلب. صورة أخرى استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، يعني أن يؤذن مؤذنان في وقت واحد، أن يؤذن مؤذنان في وقت واحد. هذه صورة أيضا ذكرها بعض العلماء، ولا سيما إذا كان المسجد له واجهتان، إذا كان المسجد له واجهتان، ويحتاج إلى إسماع أهل الجهتين. لو مؤذن المؤذن الناحية هذه الناس مش هيسمعوا للناحية دي، فيقوم يؤذن واحد من هنا وواحد من الجهة الأخرى. هذه صورة. صورة ثالثة وهي أن يؤذن المؤذنان في وقت واحد في مكان واحد، في وقت واحد في مكان واحد، لكن بشرط عدم التهويش، يعني أن يكون في توحد في الإيش، في في النداء وفي الألفاظ وفي الصوت عند إخراجه، يكونوا مع بعض الاثنين، الله أكبر الله أكبر، يكونوا مع بعض. وكأن هذه الصورة من قال بها قال من باب أن لا مانع من أن يكون أكثر من منادي ينادي، ينادي للصلاة. هناك صورة رابعة وهي اتخاذ أكثر من مؤذن إلى أربعة، إلى أربعة مؤذنين، وقالوا إن بعض الأمراء والخلفاء اتخذ ذلك، أربع مؤذنين في المسجد الواحد. فهذه الصورة بعضهم قال اتخذها لأجل جهات المسجد، المساجد الكبيرة يوم كل مؤذن يقف على جهة ويؤذن، وبعضهم قال لا مانع إن يؤذن هؤلاء جميعا في وقت واحد بشرط عدم التهويش، اللي هو ما يشوشوش على بعض يعني. والحقيقة أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه إلى موته، يعني في حياته إلى موته، أنه اتخذ أكثر من مؤذن في لحظة واحدة في المسجد الواحد مع سعة الحال والمكان في بعض الأوقات، مثل مثلا في مزدلفة وفي عرفة، فكان عدد الناس كبير جدا، ومع ذلك لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أكثر من مؤذن يؤذن بالصلاة. لكن لا مانع إن كانت هناك حاجة، لا مانع إن كانت هناك حاجة، يعني على سبيل المثال مثلا لو في هذا المسجد مثلا انقطعت الكهرباء، وصار الآن مكبرات الصوت بتغني، لو انقطعت الكهرباء مثلا فمن الجائز أن يقف مؤذن على هذا الباب ويقف مؤذن على هذا الباب، من باب إعلام أهل هذه الناحية وأهل هذه الناحية.
أو يقف مؤذن فوق المسجد ومؤذن مثلا في أسفل المسجد لإبلاغ الصوت أو نحو ذلك. لا ممكن يصلح، لكن يكون أقرب إلى المسجد دائما. لماذا؟ لأن النداء لازمه وصورة ألفاظه تدل على هلم هلم، حي على الصلاة هلم، فهلم مخرجها المسجد أو مكانها وأداؤها في المسجد. وهذا الذي كان عليه زمان النبي صلى الله عليه وسلم، المؤذن كان يؤذن من المسجد أو من سطح المسجد ونحو ذلك. لكن لو هناك ضرورة ما فيش حرج. وإلا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يرسل مؤذنا يؤذن في الزوراء، السوق، سوق المدينة، كان يرسل مؤذنا يؤذن في سوق المدينة إعلاما للناس بالأذان. لو أن هناك مؤذن يؤذن يؤذنون وراءه، هذه صورة من الصور التي ذكرناها، إنه يؤذنون. هذا الذي سماه بعض الناس في زمان من الوقت من الأوقات في بعض الإمارات والخلافات الإسلامية، كانوا يسمونه بالأذان الملكي والأذان كان لي اسم تعبير آخر كده، الأذان السلطاني، كانوا يقولون الأذان السلطاني اللي هو يؤذن به في أكبر مسجد في البلد، فيقف أربع مؤذنون في وقت واحد يؤذنون الأربع. لكن في الحقيقة كما ذكرنا خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن الزمان الآن فيه أصبح مكبرات الصوت، فمكبرات الصوت هذه صارت ربما تغني عن بعض المؤذنين في بعض الزوايا الصغيرة. يعني لو أن مثلا شارع فيه أكثر من زاوية صغيرة، مسجد صغير، من الممكن أن يؤذن مؤذن واحد لهذه المساجد الصغيرة ولا حرج، لأن هذا هو المقصد من الأذان، وهو الإعلام، وهو إعلام الناس بوقت الصلاة. نعم. الإقامة تقام في كل من سيصلي حتى لو تعددت. أين؟ قال: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. طيب نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب تسهيل الأصول لعلم الأصول. على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.